السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في سلسلة الفيديوهات اللي بتتكلم عن تخفيضات أسعار السيارات في مصر من جميع شركات السيارات. جمعت لكم كل الشركات وكل التخفيضات اللي حصلت من 2019 لحد النهاردة، وكل فيديو بيتكلم عن عربية معينة. سلسلة الفيديوهات دي فيها كل التخفيضات اللي حصلت. عاملين السلسلة دي لهدف عشان نبقى عارفين انهي عربية نزل عليها تخفيض فعلي وانهي عربية علوا سعرها ورجعوا نزلوه تاني وقالوا ان في تخفيضات، وطبعا بيعتمدوا على ان الناس بتنسى فبيعلي سعر العربية 10,000 وبعدها بشهرين يروح منزلها 5,000 جنيه. ففي ناس بتشوف الخبر الاخراني وتخش تشتري على هذا الاساس على انها نزلت 5,000. المهم ان احنا عاملين السلسلة دي علشان الناس تتفرج على كل التخفيضات اللي نزلت على العربيات. النهاردة هنتكلم عن تخفيضات شيفورلي افيو 2020 اللي نزلت بقيمة 5,000 جنيه، وطبعا ده تخفيض ملوش اي لازمة ولكن هنتكلم عنه برضو. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. منصور شيفورلي وكيل افيو اعلن عن تخفيضات على سيارة شيفورلي افيو موديل 2020 الجديدة. تخفيضات وصلت ل 5,000 جنيه. انا مش عارف هو تعب نفسه ليه كده. ال 5,000 جنيه دي نزلها على جميع فئات العربية، التخفيض على فئتين المانيوال والاوتوماتيك، وكان في تخفيضات كتير جدا من جميع شركات السيارات الفترة اللي فاتت. العربية شيفورلي افيو بتنافس كتير من العربيات القوية، بتنافس نيسان صاني وفيات تيبو ورينو لوجان، بتنافس شيري اريزو 5. وافيو بعد حصول التخفيضات متغيرش منافسين، بس اصبحت قيمتها اعلى شوية بفرق بسيط مقابل السعر. العربية شيفورلي افيو بتتوفر في السوق المصري بفئتين، واحدة مانيوال والتانية اوتوماتيك. العربية من اكتر العربيات مبيعا في مصر، برضو مش فاهم ليه رغم مشاكلها الكتير، فهي حققت مبيعات قوية جدا، والتخفيض ده على العربية مش هيغير موقفها وسط المنافسين، لكنها لسه محتاجة تخفيضات اقوى، فهي ضعيفة جدا وسط منافسينها فيات تيبو ولوجان. الفئة الاولى المانيوال حاليا دلوقتي بسعر 193,000 جنيه مصري بدل من 198,000 بتخفيض 5,000 جنيه. الفئة الثانية اوتوماتيك بسعر 198,000 بدل 203,000 بتخفيض 5,000 جنيه. العربية شيفورلي افيو ضعيفة امام المنافسين ولا تتمكن من المنافسة بالرغم من تحقيقها مبيعات قوية، لانها وبالامانة عربية ضعيفة وما تقدرش على المنافسة، ولا ينفع ندخلها اصلا في مقارنة مع العربيات التانية اللي في نفس الفئة السعرية. وانا عامل مقارنة قبل كده بالدرجات ما بينها وما بين مجموعة من العربيات في نفس الفئة السعرية، وهي طلعت في المركز الاخير اقل عربية فيهم، وده لانها فعلا امكانياتها ضعيفة وكمالياتها ومواصفاتها، يعني طول عمرها افيو عربية ما تستاهلش اصلا سعرها. وبنتمنى شركة شيفورلي تحط مزيد من التخفيضات على العربية دي بالذات عشان تبقى منافسة فعلا والناس بتشتريها. انا مش فاهم ليه، ولكن العربية فعلا ما تستاهلش السعر ده. ولو هنقارنها بحاجة قريبة منها اعتقد ان سعرها لازم يكون لا يزيد عن 130,000 اللي هو سعر سوزوكي ألتو، وطبعا سوزوكي ألتو تنزل في السبعينات والثمانينات. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.